السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم، مرحبا بكم في الحصة 87 من دروس الوحدة الثانية في مادة النشاط العلمي للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. عنوان الوحدة: صحة الإنسان، جسم الإنسان، التغذية. عنوان الحصة 7، عنوانها: المحافظة على سلامة أسناني. الهدف من الدرس: تعرف بعض أساليب وقاية الأسنان. ألاحظ وأتساءل، أبحث في الإنترنت عن سبب تسوس ضرس هدى. نلاحظ في الصورة أن الطبيب اكتشف تسوسا في أسنان هدى. أنجز، ألاحظ الرسم وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. يقيها تنظيف، نشاهد في الصورة الأطفال يشاهدون كيفية تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. الأسنان بعد الأكل من التسوس. تنظيف الأسنان بعد الأكل يقيها من التسوس. أستخلص، أكتب استنتاجي. لوقاية الأسنان من التسوس يجب تنظيفها بالفرشاة والسنون. كلمات مهمة: نظافة، إيجيان، فرشاة، بغوصادون، سنون، دونتيفريس. أستثمر، أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة: مسوسة، سليمة، غير نظيفة. الصورة الأولى: أسنان، مسوسة. الصورة الثانية: أسنان، غير نظيفة. والصورة الثالثة: أسنان، سليمة. الحصة 8، عنوانها: وضع خطة وصنع طقم أسنان. الهدف منها: تعرف كيفية وضع خطة وصنع طقم أسنان. ألاحظ وأتساءل، مصطفى يتمنى أن يكون تقنيا في صناعة الأسنان، أدربه على صنع طقم أسنان. أنجز، ألاحظ الصور وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة: بصمات، جبس، طقم. الصورة الأولى: صب عجين خاص في القالب. الصورة الثانية: وضع القالب في الفك. الصورة الثالثة: ظهور أثر الأسنان على العجين الخاص. الصورة الرابعة: صب الجبس على العجين الخاص. الصورة السادسة: تشكل الجبس مثل فك علوي. يصنع الأسنان من خليط، يصنع الأسنان من خليط وماء مسكوب في قالب خاص به الأسنان.
يصنع طقم الأسنان من خليط جبس وماء مسكوب في قالب خاص به بصمات الأسنان. أستخلص طقم الأسنان يصنع بواسطة قالب خاص. كلمات مهمة: طقم أسنان دونتيي، قالب مول، صناعة فابريكاسيون. أستثمر: أصنع مع زملائي وزميلاتي طقم أسنان بالعجين أو الطين المبلل وأضع فيه أسنانا بحبات اللوبياء البيضاء، ونتبارى بواسطته مع مجموعات القسم عن أسمائها وأماكنها. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.